في جو يملأه الفرح والسرور والمحبة، أقيم اللقاء الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والذي تنظمه جمعية إيمان ونور بالأردن، وبشكل دوري كل 3 أشهر للمشاركة بالذبيحة الإلهية في الشهر المكرس لقلب يسوع الأقدس. وفي بداية اللقاء شارك الحضور بالقداس الإلهي الذي ترأسه الأب شوقي بطريان راعي كنيسة الراعي الصالح، ومن ثم احتفلت كل الجماعات من عمان والهاشمي والزرقاء في قاعة الكنيسة، وبمشاركة أهلي وذوي الاحتياجات الخاصة، وبحضور سيادة المطران سليم السايغ الذي دعا الشباب والشابات للاهتمام بهذه الفئة المحتاجة، حيث قال: إيمان ونور ليس مجرد شفقة إنسانية، ولكنه إيمان مسيحي يجعلنا نرى يسوع في الإنسان المعاق الذي يحتاج إلى خدمتنا وإلى محبتنا. وأقول لكل الشباب والصبايا في عالمنا في الشرق الأوسط، إذا أردتم السلام، إذا أردتم الفرح الحقيقي، إذا أردتم السعادة، اهتموا بذوي الاحتياجات الخاصة وحاولوا أن تكونوا بقربهم، لأننا في واقع الحال نستمد منهم ونأخذ منهم أكثر مما نحن نعطيهم. يعطونا الفرح، يعطونا السعادة، يعطونا السلام. وفي لقاء مع رئيسة جمعية إيمان ونور بالأردن لينا المصري، تحدثت لقناة نورسات عن أهمية هذه اللقاءات وانعكاساتها الإيجابية على ذوي الاحتياجات الخاصة. لقاءنا هذا كل تقريبا 3 أشهر بنلتقي مع سوا كل الجماعات بالأردن. لقاءنا رح يتضمن المشاركة بالذبيحة الإلهية بالبداية، واليوم زي ما أنتم عارفين أول جمعة من الشهر، الشهر المقدس لقلب يسوع الأقدس. ورح يكون بعدين عنا نشاطنا اللي متعودين عليه نعمله دايما، اللي هي مشاركة بالأغاني، بالرقص، بالمشاغل اليدوية، وبالنهاية اللقاء منتشارك مع سوا بلقمة صغيرة بتعبر عن اندماجنا كلياتنا لعائلة. وأما السيدة سمر العزيزي وهي مشاركة وداعمة لهذه اللقاءات، أشارت إلى الأثر المعنوي الذي ينعكس على ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى أولياء أمورهم أيضاً من خلال اهتمام الجمعية بتنظيم اللقاءات الدورية. وكل الدعم وكل التقدير والاحترام ولإيمان ونور اللي قاموا بهذا الدور واللي إلهم دور كبير في رفع معنويات هاي الفئة المحتاجة من رفع معنوياتها. ما بتتخيل كيف بشوفهم مبسوطين مع بعض، بياكلوا مع بعض، على طبيعتهم بتصرفوا، وهذا الإشي محرومين منه هم في بيوتهم، بيجوا بيصلوا مع بعض، كل واحد بيصلي بطريقته، كل واحد بيحكي صلاة بطريقته. تخيل كيف ربنا بيشوف هالإشي هذا عند الأطفال، عند هالأطفال الكبار المحتاجين. فإن شاء الله أنه الله يقدرهم ويظلوا مستمرين بهذا النشاط، وإحنا داعمين لهم وكل المجتمع المسيحي داعم لهي الفكرة بتوقع. وشكرا لكم لنورسات اللي قامت بتغطية هذا النشاط، اللي بالفعل بشعروا حالهم انهم هم جزء من المجتمع زيهم زي غيرهم. والطفلة لورين بربريان وهي عضو في الجمعية عبرت عن فخرها لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وقالت: الأخوة عادي، تعاملهم مش مخيف، ما في اشي غلط تعاملهم، ما بصير أي مشاكل معهم، الله بيعطيك القوة لما تيجي تتعامل معهم، وكتير منيح إنك تتعامل معهم لأنه مش خطية هاي الشغلة. وأنا كتير بحب إيمان ونور لأنها إشي كتير كتير كبير للأخوة وإلي، وكتير حلو إنك تتعامل مع أشياء زي هيك عشان تقوى معرفتك بهاي الأشياء. وفي ختام اللقاء الاحتفالي تشارك الحاضرون بمائدة محبة وعبروا عن سرورهم بهذا اليوم المميز الذي بث الفرح والبهجة في قلوب أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتقطت صور جماعية تذكارية مع سيادة المطران سليم السايغ.